ايه رايكم؟ احنا من شويه كان معانا ميتشو المدير الفني الاسبق لنادي الزمالك، ناخد ديفيد سيزا اللي كان شغال مع رانيه فايلر المدرب العام، وبعد كده نخش احنا في حوارنا ويحدثنا. ديفيد سيزا المدرب العام الاسبق لنادي الزمالك في جهاز رانيه فايلر، يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. اهلا بيك وشكرا. انا عارف ان انت متابع جيد للكره المصريه حتى بعد رحيلك عن تدريب النادي الاهلي، كيف ترى مواجهه النادي الاهلي والزمالك ديربي القاهره غدا ان شاء الله؟ أظن إن هو هيكون ماتش مهم جدا، اتنين من أفضل الفرق في مصر، زمالك عندهم فرقة قوية جدا، وطبعا الأهلي كمان هتبقى قوية جدا. الماتش ده هيبقى قوي جدا، هيبقى مسلي جدا للفرقتين، وأظن إن الماتش ده مش هتبقى حاجة سهلة للعيبة، بس طبعا هتكون حاجة مهمة جدا ان هم من حد لازم يكسب للفرقتين طبعا، لان ده طبعا ديربي، ماتش كبير، هو اهم ماتش، وطبعا ده هيبقى مهم جدا للفرق ان هم يكسبوا. خسارة الاهلي نهائي دوري ابطال افريقيا مؤخرا، وايضا اهتزاز النتائج بالنسبة لمنتخب مصر بالنسبة للاعبي الاهلي الدوليين، هيؤثر على الاهلي غدا في هذه المواجهة؟ لا طبعا، لان اظن ان الديربي ده ماتش مهم جدا، وطبعا ده ماتش مهم جدا لكل اللعيبه، وطبعا ان هو واحد من الماتشات ان هيبقى مهمه جدا للفرقتين، وطبعا مش للفرقتين بس، وللمصر كمان، للمصريين كلهم، وطبعا المصريين او المشجعين كلهم بيتفرجوا على الماتش، وكل المشجعين بيتفرجوا وشايفين ان ده واحد من الماتشات المهمه جدا في الكره المصريه، حتى لو النتائج ما كانتش موفقه في اخر ماتشين او ثلاثه بالنسبه للمنتخب المصري، ده مش هياثر على اداء اللعيبه في الماتش الصعب ده او في الماتش المهم ده، وطبعا كل اللعيبه هتكون بتحاول بكل اللي عليها وبتدي كل افضل ما عندها علشان تنجح او علشان تكسب الماتش ده. بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي رحل بشكل مفاجئ عن الفريق وتولى المهمه الكابتن سامي قمصان، تتوقع للكابتن سامي ايه في هذه المواجهه؟ وتنصحه بايه بكل تاكيد؟ أنا طبعا عارف كوتش سامي كويس جدا، هو شخص كويس جدا، شخص قوي جدا، وطبعا أظن إن هو بيدير الفريق بطريقة كويسة جدا، وأظن إن مش هيبقى فيه أي مشاكل لأي لاعب لأي حد في الفرقة إن هم يلعبوا تحت كوتش سامي، لأن طبعا هو دلوقتي عنده الخبرة الكافية، هو بقاله حوالي من 4 أو 5 سنين في النادي بيشتغل شغل كويس جدا، وهو إيجابي جدا، أو أنا شايف إن كوتش سامي هيختار ال 11 لعيب الكويسين الأقوياء اللي يقدروا يلعبوا ضد الزمالك، لان انا شايف ومؤمن بيه جدا ان هو هيقدر يدير الماتش بطريقه جميله. تركت سمعه جيده مع النادي الاهلي في الفتره اللي عملت فيها مع رانيه فايلر، ودايما اسمك يتردد في العوده مره اخرى للنادي الاهلي، لو عرض عليك النادي الاهلي العوده مجددا مع مدير فني اجنبي اخر غير رانيه فايلر، تقبل بالعوده مره اخرى للنادي الاهلي؟ طبعا انت تعرف ان انت تشتغل للنادي الاهلي ده شيء جميل جدا،
وطبعا ان انت تشتغل مع نادي زي الاهلي وبمكانة الاهلي ده شرف جميل جدا. بس طبعا ليه لا ما ارجعش اشتغل وتبقى حاجة كويسة في الدوري الجميل المصري، وان انا ارجع لمصر دي تبقى حاجة كويسة جدا، وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل في المستقبل. هل تقدر تتوقع نتيجة المباراة؟ خليني اقول لك على حاجة، هو احنا طبعا عارفين ان الفرقتين اقوياء جدا. كوتش الزمالك عندهم فرقة كويسة جدا، طبعا كوتش زيزو، طبعا كوتش عاشور في وسط الملعب عندهم خبرة كويسة جدا، وطبعا عندهم كوتش او مدرب عنده خبرة كبيرة جدا، فرقة كويسة جدا. وانا طبعا عارف الاهلي كويس جدا، انا عارفه كويس جدا. فرقه الاهلي عندهم لعيبه، عندهم خبره كبيره جدا، انا عارف الكوتش عنده خبره كويسه جدا. طبعا انا عارف ان عندهم علي معلول، عندهم أفشة، عندهم لعيبة كويسة جدا وبيلعبوا كويس جدا في وسط الفرقة الجميلة ديت. طبعا هم لازم يعملوا نتيجة إيجابية طبعا الفرقتين، وطبعا كوتش سامي بالنسبة له هتبقى حاجة مهمة جدا النتيجة بتاعة الماتش، بس هيبقى صعب جدا الماتش دوت، ده شيء مفروغ منه. ديفيد سيزا المدرب العام الأسبق للنادي الأهلي في جهاز رانيه فايلر، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.